ومن الخان الأحمر شرق القدس المحتلة ينضم إلينا رائد شريف مراسل الغد. رائد، كنا معك بالأمس وكانت هناك إشارة منك إلى فكرة وطلب المسؤولين عن هذا التنظيم الوجود الدائم والمتابعة المستمرة، لربما كانت هناك بوادر من الجانب الإسرائيلي لهجوم ما أو شكل من أشكال الهجوم. هل جد جديد في هذا الأمر؟ في الحقيقة ياسر، لا توجد هناك أي مؤشرات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية الدخول إلى منطقة الخان الأحمر. هي كانت مجرد تحذيرات من قبل المسؤولين الفلسطينيين والجهات القائمة هنا في منطقة الخان الأحمر لتكثيف التواجد ابتداء من الليلة الماضية هنا، وهناك دعوة كانت خاصة لكل الصحفيين والوسائل الإعلامية للتواجد في منطقة الخان الأحمر. هناك استجابة واضحة من قبل المواطنين الفلسطينيين بوجود المئات، يعني هذه مقارنة مع الأيام السابقة الماضية منذ بداية الهجوم على منطقة الخان الأحمر، نستطيع القول إن الأعداد كبيرة حقيقة وكثيرة بالنسبة لتواجد الناس، بالنسبة لتواجد المساندين والفلسطينيين بشكل عام من مختلف المدن الفلسطينية. لو عدنا إلى ما أذيع قبل قليل وعملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في شمال الضفة الغربية، تحديدا عند بركان المنطقة الصناعية المحاذية لمستوطنة أرييل المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة سلفيت، بعض الخبراء المحللين المتابعين للشأن الفلسطيني قالوا إن إسرائيل ربما تربط هذا الأمر بعملية الدخول إلى الخان الأحمر. لماذا؟ السؤال إرضاء للمستوطنين المتطرفين، عندما يتمكن أحد الفلسطينيين من الدخول إلى أحد المصانع الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين ويتمكن من إطلاق النار على مستوطنين وينجح في قتل بعضهم، هذه هزت الشارع عند دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذه مجرد توقعات وتكهنات، لا أحد منا يعرف متى ستدخل قوات الاحتلال إلى المكان. ربما إسرائيل تتعامل بردات الفعل. قبل حوالي 20 يوما أحد الشباب الفلسطينيين من مدينة الخليل، تحديدا من مدينة يطا إلى الجنوب، قتل مستوطنا متطرفا يعمل لصالح دولة الاحتلال على مستويات دولية لتحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي وتشويه صورة الفلسطينيين، وكان من المتوقع أن تدخل قوات الاحتلال إلى هذه المنطقة. اليوم هناك تزايد العمليات حقيقة بالفترة الأخيرة بالنسبة لعمليات إطلاق النار أو حتى عمليات الطعن، وأقصد هنا في الأسبوعين الأخيرين. لذلك ربما يربط الإسرائيليون هذه القصة بعملية الدخول إلى الخان الأحمر. نقطة أخرى، ربما يعولون أيضا على عمليات ممانعة الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي وكذلك الدول الأوروبية التي منعت هدم القرية البدوية هنا في الخان الأحمر، وكان ليبرمان بنفسه تحدث، لماذا أنتم تمانعون أن نمارس سيادتنا على أرضنا ونحن لا نتدخل في شؤونكم على الإطلاق؟ ولكن نسي أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية محتلة تم احتلالها عام 67 وقبلها عام 48 عندما احتلت فلسطين بشكل عام ياسر. شكرا جزيلا لمراسل الغد رائد الشريف من قرية الخان الأحمر.